السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير. اليوم جيت نحضر معكم طريقه ديال املو، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ودابا غادي ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. عندنا ربع ديال الكاوكاو بلديل محمر ومطحون بالقشور ديالو، جوج معلقات كبار شوكولات سائل، جوج كيسان كبار زيت الزيتون، نص كاس عسل. ودابا غادي ندوزو لطريقة التحضير. غناخد مولينيكس، وغنكب في هاديك الكاوكاو المهرمش، وغنزيد على هاديك جوج كيسان ديال الزيت، الزيت كيبقى العبار ديالو اختياري، كاين اللي كيبغي عاقد كاين اللي كيبغي جاري. وكنزيد عليه ديك العسل، كنزيد عليه جوج معلقات كبار ديال الشوكولات، ونطحن الكل جيدا. هانتوما البنات، بعد ما طحنت الاملو ديالي كيجي بحال هذا الشكل، هذا كيجي زوين. انا كنبغيش عاقد بزاف، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. واللي مازال ما اشترك معايا في القناه يضغط على زر اشتراك، وفرجة ممتعة.